السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نماذج اللغة اللي هي ال LLMS Large Language Model دي نماذج أساسية بتستخدم التعلم العميق في معالجة مهام اللغة الطبيعية اللي هي ال NLP Natural Language Processing، وبتستخدم توليد اللغة الطبيعية ال NLG اللي هي Natural Language Generation عشان الغرض مساعدتهم على تعلم تعقيد اللغة ورابطها. بيتم تدريب نماذج اللغة الكبيرة ديت مسبقا على كمية كبيرة جدا من البيانات، وال LLM هي أساسا شبكة عصبية هدف منها هو التنبؤ بالنص اللي محتمل إن هو يجي بعد كده. يعني أنا لو كتبت مثلا على في الواتساب أو في أي حاجة على الموبايل بكتب مثلا صباح، فهو بيديني اختيارات، هو شاف ملايين الناس بتكتب بعد كلمة صباح، صباح الخير، صباح القشطة، صباح القشطة بالعسل، فهو بيبدأ يستنتج ايه الكلمة اللي تيجي بعد كلمة صباح. ممكن صباح اللي بتغني مثلا بس مش كتيرة، فانت بتشوف اني اكتر واحدة كلمة بتيجي بعد كلمة صباح. تكتب صباح الخير فهو يشوف ايه الكلمة اللي تيجي بعديها، يعني لما تكتب السلام فعلى طول السلام عليكم وهكذا. وهنقدر نحكم على تطور النموذج وأداؤه من خلال عدد المعلمات أو البرامتر اللي محتوي عليها، لأن الموديل البرامتر هي عدد العوامل اللي بياخدها في الاعتبار لما بيولد الأوتبوت أو المخرجات. طيب إحنا ممكن نستخدم اللانجوج موديل في إيه؟ زي ما شفنا في شات جي بي تي إن هو ممكن يلخص لنا نص، يولد لنا نص، يحلل المشاعر، يعمل محتوى جديد. الروبوتات المحادثة لما بتيجي تتكلم مع موقع بدل ما يعين آلاف الناس عشان ترد، لا الشات على الأقل بيشوف الأسئلة المكررة ويجاوب عليها، بيتعرف على الكلام، ممكن تديله صورة وهو يشرحها لك، ممكن يحول نص لكلام، ممكن يعمل لك تصحيح إملائي، ممكن يعمل لنا ترجمة آلية، ممكن يكتشف لو في أي غش أو تحايل. طيب بيدربوا النماذج اللغوية الكبيرة ديت إزاي؟ Large Language Model ما هي عبارة عن شبكات عصبية للتعلم العميق، فهي مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. يتم تدريبها على معلومات كتيرة جدا، زي مثلا ان هو يفتح لكل الفيسبوك مثلا ولينكد ان، فهو اتدرب على الناس بتتكلم ازاي ويستنتج اللي جاي بعد كده ايه. فالتدريب المسبق هي خطوة بتطلب قوة حسابية هائلة وأجهزة متطورة. في سوبر كمبيوتر موجود ورا الشات جي بي تي اللي هو البسيط، يعني فاتورة الكهرباء كبيرة جدا. يعني أول ما النموذج يتدرب بنديله بقى بيانات جديدة عشان نتأكد هل هو فعلا هيقدر يستنتج فعلا ولا لأ. بنبدأ إن احنا نعمل تدريب ليه، يعني لو عندنا كمية هائلة من البيانات ممكن نديله 80% وأسيب 20% دي نبدأ نختبره فيها. طيب هل في قيود على النماذج اللغوية؟ بنحاول ان احنا نعمل قيود، وفي قيود موجوده فعلا، زي مثلا الموسيقيه والتحيز، ان هو ممكن يتحيز لعرق او جنس او لاي حاجه او للغه معينه. ممكن اتدرب مثلا على شكل الناس بيض الوجوه او يعني الناس بيض البشره، فممكن الداتا اللي اتدرب عليها الناس السمر مش كافيه، فده ممكن يطلع ما يقدرش يتعرف عليهم. تمام، وده حصل فعلا في جامعه من الجامعات، كانت في طالبه بتجرب فاكتشفت ان هو شايف كل الطلاب اصدقائها في الجامعه لكن هي عشان هي سمره مش موجوده. فدي من ضمن الحاجات اللي لازم ايه نخلي بالنا منها. برضو كل نموذج مهما كان بيبقى ليه قدر معين، اي لارج لانجويج موديل بيكون ليه قدر معين من الذاكره، فبيقبل عدد معين من الرموز كمدخلات. زي مثلا شات جي بي تي حتى الان ليه كام رمز مميز؟ 2048، تقريبا 1500 كلمه. يعني هو ما يقدرش يفهم لو انت زودت على كده، خلاص هو اكتفى بالحبه لو انت اديتهم له. برضو في التكلفه بتاعت اللارج لانجويج موديل بتبقى هايله جدا في شكل انظمه الكمبيوتر وراس مال بشري، مهندسين وباحثين وعلماء، فده بيخلي ان الابحاث دي بتبقى متاحه فقط للمؤسسات الضخمه. تمام، يعني التقديرات بتقول ان الابحاث اللي هي من انفيديا ومايكروسوفت مكلفه حدود 100 مليون دولار، وطبعا شفنا استثمروا ازاي في اوبن اي اي بالمليارات. في برضه تاثير البيئي، الاجهزه دي بتستهلك طاقه كبيره جدا
وتسالك طاقه كبيره جدا للتبريد، فده من ضمن التاثيرات البيئيه اللي احنا لازم نخلي بالنا منها.